بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا هسه المطر راح نسوي تماسك على بايز، راح كثير من الناس تروح ضحايا. عندك عندنا في محافظة نيسان ما مطر، يعني تمطر تنقط، يعني ما ادري الله غاضب على محافظة نيسان. عندك هسه عند محمد الشيوع السوداني مسوي اسس، هاي الجلبة اللي مسويها للمواطنين. انت موازنة هي مفتوحة حتى 16 فيه، لو هذا احلام انتخابي، يعني الناس عارضة عن العمل. عندك ابو شركة نهض ميشان، يعني من خارج العراق ايش اقولهم؟ جاي من الصين، جاي من جنوب افريقيا، من جنوب افريقيا من هناك جايبهم ومشغلهم بالشركة بازلقان، هاي الحدود على حدود ايران، ومن ضمنهم ايرانيين والله انا وقفت عليهم والله العظيم، وقفت عليهم يحملون الجنسية الايرانية في بازلقان. الجنسية الإيرانية ومشغلهم مدير شركة نمط ميسان عدنان نوشي ساشي تولهم موقع على الكتاب مالي ومعينهم عقود. شو اسمه المدير أبو عزام؟ نعم المدير شو اسمه؟ مدير اسمه عدنان نوشي ساشي مدير شركة نمط ميسان، إيرانيين والله بالذات، إيرانيين من إيران من هناك جايبهم عينهم بالشركة. قال جو انتم تعالوا الإيرانيين شنو شغلكم هنا بالشركة؟ قال والله انا اشتغل كهربائي ورا المهندس الصيني، بس اشيل ورا الشنطة وبالشهر يعطوني 17 ورقة، وذاك سألته قريبة كم ورقة يعطونه؟ قال يعطوني بالشهر 7 ورقات. زين ابو محافظة ميسان قاعد، ابو محافظة دجالة ليش تطردي؟ ابو محافظة دجالة من هناك ايش مهندس من محافظة دجالة اجي اشتغل بالشركة؟ الشركة بالحرفاية بالكحلاء، بالحرفاية بالكحلاء شركة بترو تشاين طعبيط ودوخ. يعني خلوا يعني ليش سوونا طعبيط؟ شركة نمط ميسان الناس ملت مشوا حملت